عموما خلونا نذهب إلى زوايا المراسلين وإلى روسيا بالتحديد، وأكيد مراسلنا هناك عبد الجواد الرشد. ويسعد صباحك عبد الجواد، ويبدو أنه الدفء أخيرا يحل على العاصمة الروسية موسكو. صباح خير ريم، صباح خير ريان. نعم بالفعل صحيح ما تقولين، وأخيرا الدفء يطال العاصمة الروسية موسكو. منذ الآن يمكن الإعلان عن بدء الموسم الصيفي والرحلات والنزهات في حدائق مدينة موسكو وشوارعها وضفاف الأنهار والبحيرات ريم. وكما كنت تتحدثين عن سيارتك القديمة، يعني من ليس له قديم ليس له جديد طبعاً. يا ريم، وهذه هي مدينة موسكو اليوم. لكن طبعا بالمناسبة ارتفاع درجات الحرارة هذا العام قد يسجل رقما قياسيا حسب تقارير الأرصاد الجوية في المدينة، منذ 80 عاما سيكون الأول من الشهر القادم الأسخن بين السنوات الماضية. لذلك طبعا سكان مدينة موسكو هم على موعد مع درجات حرارة عالية. قد نشاهد البعض يذهب إلى الحدائق ويدخل في البرك المائية للترويح عن نفسه بعض الشيء. لكن على الجانب الآخر ريم، في نقطة هامة جدا، كما تلاحظون ما يطير الآن في الهواء على الكاميرا ليس هو الثلج المعتاد الذي نشاهده عادة خلال فصل الشتاء، هو الثلج الصيف. انظر ريم، يعني هذا المظهر وهذا المشهد، هذا هو ثلج، يعني الثلج كما يسمى الثلج الصيفي في مدينة موسكو. هناك بعض الروايات تتحدث بأن يكاترينا الثانية أرادت رؤية مدينة موسكو بيضاء في الصيف كما هي في الشتاء، لذلك طبعا قاموا بزراعة عدد كبير من الأشجار. كما تلاحظين يعني الثلج الأبيض يتطاير لكنه ثلج صيفي. قاموا بزراعة عدد من الأشجار في المدينة، يخرج منها صوف وقطن صيفي يملأ كافة الشوارع وكافة المدن. والمباشر معكم في الأسبوع القادم ستكون الأرض بيضاء من جديد، لكن ستكون درجات الحرارة مرتفعة، وهي حالة جيدة ترفع من معنويات سكان المدينة. يعني هذا هو موضوعنا الأول ريم، لكن موضوعنا الثاني هو ثورة تكنولوجية كبيرة تقوم بها مدينة موسكو اليوم. يعني تم الإعلان عن محطات وسكك حديد تعمل لخدمة التراموي، تراموي المدينة، لكن بطريقة القيادة الذاتية. لم يعد يوجد في المدينة أي خطط لإطلاق عدد من الترامويات الجديدة تعمل مع السائقين. لذلك الأعوام الثلاثة القادمة ستشهد تغيير حالة كافة الترامويات في المدينة إلى عربات ذاتية القيادة. بالمناسبة ريم، يعني التراموي في المدينة لا يلعب دورا محوريا في نقل السكان، وإنما هو مظهر جمالي لا يمكن لسكان مدينة موسكو العيش من دونه. يعني صباح الخير ريم. شكرا لك عبد الجواد، وعلى قول نجاح الموجي سلم لنا باعة تروماي. شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح وعلى هذه القصص الجميلة.